بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجافر وخليقا وقرن وعدل ولاحق وشقا وليلة وواشق اسمك وكنية ولقبا وأخرا وإن سواه صاحبا وإن يكون مقربين فأضف حتما وإن أتبع عند كرامه ومنه مقام فضل وأسد وبق ذلك سعادة. العلم في اللغة الجبل أو الراية أو العلامة، وفي اصطلاح النحاة اسم يعين ومسماه مطلقا بلا واسطة، لا واسطة ولا قرينة ولا غير ذلك. تقول هذا عينته الإشارة، جاء الذي سافر إلى مكة اسم موصول عينته الصلة، جاء المسافر عينته أن، لكن العلم يعين ومسماه بنفسه بدون افتقار لأي شيء، نحو مكة وزيد وعمر. ونقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر، وهو علم لرجل، والأصل في جعفر أنه اسم للنهر الصغير أو النهر الممتلئ، وخرنق خرنق في الأصل ولد الأرنبي، وهو علم على امرأة خرنق. وقرن معروفة قبيلة معروفة، قرن معروفة قبيلة من مراد، وقرن وعدن معروف عالم على مدينة معروفة، ولاحق عالم على فرس لمعاوية بن أبي سهل رضي الله عنهما، وشذقا عالم على جمل، هيلة عالم على شاة، وواشق عالم على كلب. قال اسم الأتى، يأتي العالم اسما ويأتي كنيا ويأتي لقبا، اللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته كمحمد صلى الله عليه وسلم، كالأمين كان لقبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكهاشم كان لقبا لجده صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو كان كريما يشم الثريد لقريش فسمي هاشما، واسمه الحقيقي عمرو. وزين العابدين لقب لعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وكذلك ما أشعر بدناءة مسماه نحو كهف الشر وكرز وانذي الناقة. ما معنى كرز؟ الكرز وعاء الراعي، وعاء يضع فيه الراعي متاعه ويعلقه على كبش قوي يسمى الكراس، كرز أنا قوله. ولقب والكنية ناصر جرى بأب كأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وأم كأم كلثوم. وكذلك أضاء بعضهم أخت فلان وعمة فلان وخال فلان وخالة فلان وابن فلان وبنت، قال هذه كلها من قبيل الكنية. والاسم ما ليس لقبا ولا كنية كمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا أقول واسم أتاه وكنية ولقبا، وأخيرا لا ينسي له صاحبا. إذا صاحب اللقب الاسم أخرته، وأخيرا ذا إن سواه يا صاحب الاسم. أما يا صاحب الكنية فأنت بالخيار، لا ترتيب بين اللقب والكنية ولا بين الكنية والاسم. نحو تقول جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، جاء علي زين العابدين، تقدم الاسم وتؤخر اللقب. فإن كان اللقب أشهر من الاسم ساغ تقديمه، كان تقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قدمت اللقب لأنه أشهر. وإن يكون مفردين، إذا كان الاسم واللقب مفردين فالمختار الإضافة تجب عند البصرية وراجح عند الكوفية، تقول جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ورأيت محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ومرت بمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، تعرف الأول حسب موقع الإعراب وتلزم الثاني الجر بإضافة الأول إليه، وإلا أتبع إلا يرضي. فإن كان غير مفردين، ولذلك ثلاث صور: أن يكونا مركبين، أو الأول مركبا أو الثاني مركبا، أتبع الثاني الأول بدلا أو عطف بيان، فتقول جاء عبد الله أنف الناقة، وتقول جاء سعيد أنف الناقة، وتقول جاء علي زين العابدين، تعرب الثاني بعرب الأول. أنا أقف المقرآن قويه، وإلا أتبع الذي يرضيك. دائما يتبع الثاني، ومنهما قولون كفضل وأسد.
انتقال من العالم ما هو منقول استعمل قبل العالمية بشيء آخر ينقل من حدث كزيد مصدر زاد والفضل مصدر فضل كفضل وأسد اسم اسم حيوان وجبل وعباس كفضل وأسد ينقل من اسم حيوان يسمي أسد العرب تسمي أسد أسد بن عبد العزة جد الزبير العوام رضي الله عنه ينقل من اسم الحيوان اسم حيوان اسم إنسان وجبل معاذ الجبل وينقل من, 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 من صيغة مبالغة كعباس وهمام وينقل من اسم فاعل كحالف حالف وينقل من, 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 من صيغة مشبهة كسعيد سعيد ومن اسم مفعول كمؤيد ومنصور ومسعود ومنهم ينقل كفضل وأسد ولو ارتجال ارتجلت العرب لم يستخدم في شيء قبل ذلك نحو ملحج أبو قبيلة موجودة معروفة وسعاد عالم على امرأة وعودد اسم أبي قبيلة عربية عودد مشارك الإعلام بالإضافة كعبد شمس وأبي قحافة يكون العلم جملة وسمع من العربي الجملة الفعلية نحو شاب قرناها ويزيد هذا من قال يزيد لبيت أخوة لبني يزيد هذه جملة لو لم تكن جملة قال يزيد لأنه مضاف إليه لبيت أخوة لبني يزيد معناه أنه يزيد تتحمل ضميره ومعنى هذا أن اللفظ أنه على تقدير يزيد هو فهذه جملة لو كانت مفردا وأنه سمي بيزيد قال يزيد مضاف إليه مجرور بفتحة بدلا من الكسرة لأنه من الصرف لكن قال يزيد وكذلك يقولهم شاب قرناها وتأبط شرا وبرق نحوه هذا سمع في العربية وقاس النحات الجملة الإسمية تسمي ابنك المنطلق زيد وحكمه أن يعرب إعراب الحكاية حكمه أن يعرب إعراب الحكاية تقول جاءت شاب قرناها شاب قرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة معا واشتغل المحل بحركة الحكاية رأيت المنطلق زيد المنطلق زيد مفعول به منصوب بفتحة مقدرة معا واشتغل المحل بحركة الحكاية واضح؟ أنا أقول وجملة وما بمزن ركب هذا عند غيره ويهتمر المركب تركيبا مزيا كل اسمين جعل اسما واحدا لا على سبيل الإضافة ولا على سبيل الإسناد جعل اسما واحدا نزل ثانيهما من أولهما منزلة التانيث فآخر الأول التزموا فتحه إلا إذا كان لينا فقد سكنوه نحو معدي كريم وقال لي قال مثال غير المختوم بالياء غير المختوم أوله بالياء نحو بلال باد وحضر موت وبعل بك وبيت لحم هذا قالوا يعرب ويعرب ما لا يصرف على الراجح فتقول هذه حضر موته ورأيت حضر موته ومرض بحضر موته وهذا معدي كريم ورأيت معدي كريم ومرض بمعدي كريم وبعض الناس يقول معدي يكرب وهذا خطأ معدي يكرب إسكان الأول نعم شيخ الجملة الاسم ليك سميت شخصا المنطلق زيد يرحمك الله لم تسمع من العربي وقاسها النحات وسوف يأتيك وبالطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ونحكي الجمل كان تسمي ولدك المنطلق زيد الكريم خالد ماذا نقول تحق سميت ولدك بهذا الشكل وشاعت وجملة وما بمزي مركب ذاء بغير ويه إذا كان بويه لا يعرب بل هو مبني تقول جاء سيب ويه وخمار ويه ونفط ويه الأول الجزء الأول مبني على الفتح لأن الثاني ينزل منه منزلة التانيث فما قبلها حكمه الفتح والثاني مبني لأنه ضمن اسم صوت وهي من أسماء الأصوات وأسماء الأصوات مبنية كلها وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعبد شمس يكون العلم مضافا العلم يكون مضافا كعبد شمس كل اسمين نزل ثانيها من أولهما منزلة التنوين كعبد شمس
واضح؟ ولذلك لا يجمع بينهما، لا تقول عبد شمسي وابي قحافه، عبد شمس مضاف وابي قحافه كنيا. ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عبد. كان الحديث في علم الشخص، علم الشخص كزيد وعمر ومكه. قال هناك اعلام لاجناس كوسامه علم لكل اسد، وذو آلة علم لكل ذئب، وذو آلة علم لكل ثعلب. شعب الإعلام ذو الإضافة كعبد، وضعوا لبعض الناس يعلم كعبد الأشخاص أيضا. أحكامه اللفظية أحكام عالم الشخص، لا يثنى ولا يجمع ولا يضاف، وتأتي منه الحال ويخبر عنه ويمنع من الصرف إذا وجد في الأخرى أخرى. واضح؟ وهو عام، أي أن معناه عام، أي أن معناه معنى النكرة. وإذا قلت أسامة شجاع كأنك لم تحدد أسدا بعينه. وإذا كان عند شخص أسد يحجزه لا تقول له ما فعل أسامة، لأن أسامة عالم لكل أسد، تقول له ما فعل أسد. أنا قوله وبضعوا لبعض الناس يعلم كعرض الأشخاص له، وهو عام قد يكون اسما كشبوة عالم لكل عقرب، وقد يكون كنية كأم عريض كنية العقرب، اسم جنس كنية العقرب، وكأبي الحال للأسد وأبي صاب للحمار. هذا تفعل يعني من أحكام اللفظية نسيت أن أقول. نعم، ذاك أم عريض للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. عالم الجنس يكون علما لأجناس لا تؤلف كأبي جعدل للذيبي، وأبي الحصين للثعلبي، وأبي الحال للأسد، وأم عريض. ويكون عالم لأجناس تؤلف كأبي المضاء للفرس، وهيان بن بيان للمجهول النسب والعين، عالم المجهول. تقول هذا الأمر تكلم فيه هيان بن بيان، أي يعني المجهول النسب والعين، هذا عالم عليهم. ويكون عالم الجنس علما لبعض المعاني، كيسان علم للغدر، وبر علم للبر، وفجال علم للفجره.